من خلال ذلك دعونا نرى ما هي خصائص هذا الاستشراف. ولكي نتعرف على خصائص الاستشراف دعونا نصيغ الجملة الأولى، وهي منهجية استباقية منظمة تشاركية متعددة التخصصات لاستكشاف القوة الدافعة للتغيير والبدائل المستقبلية على المدى المتوسط والبعيد لتحقيق واقع ملموس واتخاذ القرار قابل للتنفيذ في الوقت الحاضر، بناء وهي لبناء وتحسين المستقبل وليس تقليص الأخطاء الماضي فقط. بالتالي الخصائص الأساسية للاستشراف هو موجه بالعمل والأفعال وليس فقط بالكلام والنظريات. فأي استشراف لا يوجه عملنا وليس مقرون بالفعل فهو ليس استشراف. فبالتالي هو ليس نظري ويصب في الواقع الملموس، هو استباقي منفتح على المستقبل والبدائل والخيارات ويمكن رسمه بعدة اتجاهات وليس اتجاه واحد، تشاركي جماعي وليس يعتمد على الشخص، وقائم على رجع الصدى أو الفيدباك، تكاملي بين عدة مختصين من عدة زوايا، كل واحد ينظر من زاوية مختلفة حتى نكمل الصورة، التكاملي طبعاً وليس تفاضلي، متعدد الاختصاصات وأكثر شمولية. ومن خلال أنا استماعي لأوراق البحث وللمحاضرات والورش التدريبية، ركز هذا المحفل بالفعل مشكور على أنه لا يكفي أن يعمل في البحث العلمي أو الإنتاج العلمي شخص، لذلك ركزوا على المحافل العلمية والمحافل البحثية والتجمعات البحثية، وهذا يصب بالفعل في الاستشراف بشكل كثير كبير، وهو أسس وخاصية مهمة من خاصيات الاستشراف. أيضاً هو منهجي علمي قائم على منهجيات الاستقراء والمقارنة والتحليل، وسوف نرى ذلك من خلال الأدوات التي سوف نستعرضها بعد قليل.